كاثرين، طبعا انت خلال هاي المرحلة كنت خلال مرحلة العلاج الكيماوي، كمان الرب كان بيستخدمك. احكي لنا على هاي المرحلة من فضلك. طبعا بعد ما قالوا لي انه عندك السرطان منتشر مش ضايل الا 6 أشهر لسنة، اعطوني اوبشن للعلاج اللي هو العلاج الكيميائي، مع انه هم قالوا لي انه نوع السرطان اللي عندك كتير عنيف واجريسيف كتير وممكن ما يتجاوب مع العلاج. برضو كان لازم اخذ قرار هل اتعالج او لا. كأم شعرت بمسؤولية، أنا بدي أحاول المستحيل وعشان أتعالج بلكي إنه أتجاوب. فشعرت إنه بديش أولادي يقولوا من بعدي لو الماما تعالجت في الكيماوي، فأخذت قرار إنه أخذ الكيماوي. فعلا رحنا على المستشفى، الكيماوي إشي مش سهل، يوم ما بعطوك جرعة كيماوي الجسم بنخبط خبطة كتير كبيرة، يعني استفراغ، بيعمل مضاعفات جدا سيئة، حتى انه بأثر على العقار، بأثر على الدماغ، حتى بيعمل حالة اكتئاب، بتصير تعبان محبط، يعني طبيعي من العقار بيؤدي لاكتئاب. بس حقيقي وانا في المستشفى باخذ كيماوي بركبوا جهاز بربطوه في الايد لمده، انا كان علاجي 24 ساعه، يضل ينزل كيماوي على الجسم، ينزل كيماوي على الجسم. ف وانا هناك كل الناس اللي معي، المرضى اللي معي في الاوضه باخذوا كيماوي، كلهم حزنانين، كلهم تعبانين، كلهم اكتئاب وخوف، خوف مسيطر. صدقني ما كنتش أشوف ناس بتضحك، ما كنتش أشوف إنهم، يعني طبعا أكيد مش راحين يضحكوا لأنهم مرضى وخايفين من ما بعد الموت. الموت خايفين إنه بدهم يموتوا، بدهم ينتقلوا من هاي الحياة. لكن إحنا، أنا وزوجي، كان دايما معي زوجي وأنا أخذ في جرعة الكيماوي، يعني يمكن كنكتة كنت قاعدة بحط في الميك اب على عيني، تدخل الممرضة تقول لي انت قاعدة بتاخدي جرعات كيماوي ليش قاعدة بتحطي ميك اب؟ قلت لها شو يعني اذا باخد كيماوي، يعني ما اكونش مرتبة مثلا؟ ودايما في فرح ودايما مستمتعة حتى في جلسات الكيماوي، يعني مع انه كان يأثر على جسدي كتير لكن فرحانين. كأنه في عندي رجاء، وهذا الرجاء لفت النظر. اجوا الدكاترة والمرشدة النفسية بتقول لي I heard a lot about you. بقولها شو سمعتي عني؟ بتقول لي بقولوا عنك المرضى والدكاترة إنه في عنا مريضة مختلفة عن كل المرضى. كيف؟ بتضلها مبتسمة وبتضلها عندها فرح وبتضلها تضحك وبتضلها تحكي مع الناس. كنت أنا كان عندي، أنا شخص اجتماعي وبحب الناس كتير، وأشعر إنه أنا موجودة فرصة إني أنا أحكي مع الناس، وبدي أنقل الرجاء اللي عندي، بدي أنقله للناس، ومحبة المسيح اللي فيك لكل المرضى بدي أنقلها، بدي أقولهم شوفوا ليش أنا فرحانة، لأنه أنا عندي علاقة مع المسيح، لأنه هو بحبني، وأنا عارفة حتى لو متت رح أطلع على حياة أفضل. فكانوا الناس بدهم يسمعوا عن الحياة الأفضل.